احنا النهارده الجوله بتاع او الايفنت بتاعنا بيتكلم عن الست ويرت المصريه. الست ويرت اللي هو اسم الست معناها السيده او الست بمعنى صح، والورت العظيمه، والمصريه اللي هي بتتكلم عن الست المصريه. لو جينا اتكلمنا على الست المصريه، احنا سبب اختيارنا في الموضوع ده ان احنا بنتكلم عن الست اللي هي الست او الاسم ده اللي زال موجود لحد النهارده. احنا حاولنا ان احنا او حابين ان احنا نعمل ايفنت يواكب الفتره او فتره شهر مارس. لو شهر مارس كله بيتكلم على المراه او شهر المراه، وعندنا 8 مارس و16 مارس و21 مارس، كل الاحتفالات دي او كل المناسبات دي ليها قصه خاصه بتتكلم عن المرأة. الغرض من الايفنت ده اللي احنا بنتكلم بنقول ان المصر القديم ما كانش محتاج، او السيده المصريه او الست ويرت العظيمه ما كانتش محتاجه تقعد تقعد تعمل مظاهرات او تطالب بحقها، لان المصر القديم ادالها حقها من قبل ما هي تطالب. ادى حقها ان هي تبقى سيده في بيتها، ادى حقها ان هي تبقى كملكه زي حتشبسوت، ادى حقها ان هي تبقى مشاركه ليه في البيت ومشاركه فيه ليه في المهن او الوظائف اللي هي كانت بيتقلدها. Thank you.